هذا صاحبي مريض سكر ويسأل عن علاج بسيط وممكن يقدر يستخدمه في حياته اليومية. يا هوات يا هوات سيبكم من الكيماويات والأدوية التعبانة البهللة هذه. الله يهديك، كم مرة أقول لك أستخدم الطب الطبيعي. يا سلام. طيب أقول لك حاجة، أتذكرت حاجة هات. من غير أي أدوية. يا سلام. من غير أعشاب ولا بطيخ. ما شاء الله. شوف اللي فوق هذه. ايه. هاي. يا سلام. علاج السكر هنا في الطب الصيني. يا سلام. أنا أتحدى دقيقتين بس وخلي صاحبك يقيس السكر. ما شاء الله. دقيقتين. يا سلام. اللي عنده السكر من النوع الأول 3 دقائق. يا سلام. على طول بإذن الله ينزل السكر بشكل غريب. قل له هذا يقيس هذا ويديها التمرين هذا. ايه. وقول له استنى 5 دقائق، وبعد 5 دقائق خليه يحلل على طول. قل لي انت تعبان، انت ما في راسك يا عمي. يا اذا ما نقص السكر. صادق. طب اقول لك عادل. شوف اصبعين هذه بس. ها امسك الشفه ويش كذا. ايه. شد امها. خليه تقطع كذا. ها شوف كذا. يا سلام. شوف انت شايف كده على جنب. ايه. بس يضغط، مو يضغط ويشد على برا لمده دقيقتين بس ويفك على طول. يفك على طول. وبعد الاكل او قبل الاكل اتذكرت حاجه كمان، المنطقه هذه شوف زي ما هنا، بس شوف هنا هنا. أيه. بس يضغط هنا 10 وهنا 10 لانه منطقه البنكرياس هنا في اليد. أيه. بس يسوي كده ويسوي كده، وصلى الله على سيدنا محمد. ما شاء الله. خليه ياكل ان شاء الله مو حلويات، ياكل شو اسمه الكنافه والاخضر واليابس، ما همه. يا سلام. بس اهم شيء بعقل. يا سلام. والتمرين هذا يسويه، وتمرين الفم هذا اديها لاي احد من اصحابك، من احبابك، ما شاء من اقاربك، من اي احد، ادي له النسخه هذه وشوف.